السلام عليكم أصدقاء وصديقات في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. وحدث الليلة مميز من مكان مميز في مدينة جدة، وتحديدا جدة جنجل، أكبر حديقة في الشرق الأوسط، تحتوي على العديد من الحيوانات النادرة والطيور مثل الأسد الأبيض والنمر الذهبي واللايجر وغيرها من الحيوانات. وكمان بتحتوي على الفيلة، الأفاعي والحيوانات المحنطة. وأول ما تدخلوا يقابلكم القطار الجميل ده، ياخدكم مجانا لمنطقة السفاري. وكانوا معي في الرحلة الجميلة دي كلهم من الأخت ميدي وأخويا زين وأخويا حسان وأخويا غزالي. بعدها مشينا وركبنا القطر ودانا على منطقة السفاري. منطقة السفاري زي ما قلت لكم فيها حيوانات كثيرة نادرة زي الأسد الأبيض والنمر الذهبي واللايجر وغيرها من الحيوانات، حتكون متوفرة إن شاء الله في الأيام القادمة. أول تجربة راح نجربها بعد ما ركبنا القطار تجربة السفاري، وعندهم العديد من الفعاليات. أولها مسرح التفاعلي، تبدأ العروض فيه من بعد صلاة العصر، وفي منطقة المطاعم، وفي كمان الكارتينج، وفي البينت بول، وفي ألعاب الأطفال، وعندهم كمان حضانة. لو حابين تسيبوا أطفالكم في الحضانة في أي دامينة تقدروا تسيبوهم وتروحوا تستمتعوا بتجربة السفاري وتشوفوا الفعاليات الثانية. أنا عن نفسي صراحة انبسطت جدا من الفعالية، وإن شاء الله راح أكرر التجربة وأصور لكم بقية الحيوانات لما تتوفر بإذن الله تعالى. هنا مدخل السفاري، وعندهم كمان مظلات للانتظار لما يجي الباص الأخضر ويأخذكم وتعيشوا أحلى تجربة سفاري. عن نفسي أنا انبسطت جدا من الفعالية، أتمنى الناس اللي حتشوف الفيديو إن شاء الله وراحت الفعالية أدونوا رأيكم عن الفعالية. عن نفسي أنا انبسطت حقيقة. أنا طولت عليكم، بعد كده أسيبكم تتفرجوا براحتكم وأرجع لكم آخر الفيديو، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
you're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, eh, eh, waka waka, eh, eh, tamina, sangalewa, this time for Africa. Sentada na porteira do curral, chamo meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chamo meu boi pra comer o sal. Vem no gingado, vem no bailado, faz a galera balançar. É do capricho caprichoso do meu boi, que a sinhazinha da fazenda vem dançar. Vem no gingado, vem no bailado, faz a galera balançar. É do capricho caprichoso do meu boi, que a sinhazinha da fazenda vem dançar. حبايبنا تكون خلصت جولتنا لليوم في جدة جنجل. يعني حقيقة كان اليوم ممتع 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 صراحة. بمقابل 150 ريال استمتعنا سفاري وكارتينج وكمان في نفس الوقت بين بول. طبعا ده زي مجانا لليوم الأول. حسان انت انبسطت ولا ما انبسطت؟ والله انبسطت جدا جدا. أهم حاجة مع الطيور ما في طائر ما تصور مع أي طائر. باقي بس الكلاب نشوفه. باقي الكلاب الآن حنمشيها ولسه كمان في فعاليات كثيرة. بس لسه أول يوم وما باين كل حاجة. فإن شاء الله أول ثاني يوم وثالث يوم حيكون أفضل من أول يوم بكثير. بس حقيقة يعني مقابل السير ومقابل الفعاليات حقيقة يستاهل الإيفنت. بس الحر شوية يا جماعة جدا. أنصحكم تيجوا ملابس كده زي أخويا حسان بتكون مية. يلا يا شباب يديكم العافية، أشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله.